أعزائي طلبة وحدة الشهادات المهنية مادة إدارة الأعمال الدولية تخصص إدارة أعمال عربي، النهاردة هنشرح مع بعض اختيار وتعيين الموارد البشرية في الشركات دولية النشاط. أول حاجة هنعملها النهاردة هنعرف مع بعض إيه هو الاستقطاب والاختيار والتعيين. الاستقطاب هو جذب عدد كافي من أفراد مؤهلين للتقدم لشغل وظيفة شاغرة بالمنظمة. اختيار عملية اتخاذ قرار تسعى لانتقاء أفضل العناصر من الذين يتم استقطابهم للتقدم للوظيفة. التعيين وهي تعتبر آخر مرحلة من مراحل الاختيار، فهي اختار المتقدم للوظيفة بالقبول في الوظيفة المتقدم إليها. العوامل اللي بتأثر على استقطاب المورد البشري عامة هو عوامل متعلقة باستراتيجية الشركة أو نمط الإدارة أو الهيكل التنظيمي بتاعي، السياسات أو عوامل متعلقة بسياسة الأجر والمكافآت، سياسة المنظمة نفسها في التوظيف. رابع نقطة عندي هي سياسة الترقية. عندي الشركة الدولية النشاط بتختلف في نشاطها عن شركات الأعمال العادية. طب الشركة الدولية النشاط مصدر اختيار العاملين بتاعها منين؟ هو من 3 أماكن. أول حاجة هي جنسية الشركة الأم، الشركة الرئيسية. قلنا مدينا مثال قبل كده إن مثلا مدينا زي شركة كوكا كولا، الشركة دي فيها لها شركة أم. الشركة الأم دي مكانها فين؟ هي دي الشركة الأساسية بتاعتها، بتروح تفتح في بلد أخرى. البلد التانية دي اللي بتروح تفتح فيها اسمها بلد المضيف. البلد المضيف دي بتاخد منها من الجنسيات بتاعتها، من العمالة بتاعتها من البلد المضيف. الجنسية التالتة هي جنسية بلد تالت، بتبقى فاتحة في بلد مضيف وممكن تاخد من في البلد المضيف، تجيب حد موجود في البلد بس مش من الدولة، ممكن تبقى من دولة أخرى، مش شرط تبقى من الدولة الأم أو من الدولة المضيف، يبقى بيها بتبقى بلد تالت. ايه معايير اختيار العاملين بشركات دولية النشاط؟ رقم واحد معيار، المعيار بتاعي واحد الكفاءة الفنية في مجال التخصص بتاعه. ايه هي الخصائص الشخصية بتاعت الشخص؟ هل هو مثابر؟ هل هو عنده صبر؟ هل هو عنده مبدأ، صاحب مبدأ؟ هل عنده مرونة؟ هل عنده ثبات انفعالي؟ هل لديه مهارات اتصال يقدر يتصل بكل الأفراد والأشخاص؟ هل عنده يتقن اللغة الأجنبية اللي هي خاصة بالبلد المضيف اللي هو فاتح فيها؟ هل بيتوافر لديه اتجاهات إيجابية بالنسبة للثقافة الأخرى، للأفراد اللي بيتعصبون لثقافتهم أو ينظرون لثقافة بلد أخرى على أنهم أقل، قد لا يستطيعون التكيف والعمل في الشركات دولية النشاط؟ تعالوا نشوف الاستراتيجيات. احنا قلنا ان في 3 استراتيجيات او 3 مصادر من اماكن ان انا اوظف منهم. تعالوا نشوف ايه المزايا والعيوب بتاعت كل طريقة او كل مصدر من مصادر. عندي اول مصدر من المصادر اسمه مثلا التوظف من البلد الام. هبقى هوظف من البلد الام، المزايا بتاعتي ان هي بتبقى متالفة مع اهداف الشركة، عنده ولاء للشركة، عنده كفاءة تقنية او تكنولوجية، عنده سهولة في الرقابة على العمل بتاعه. طب عيوبه بتاعته ايه؟ صعب يتكيف في دول اجنبية، دفع تكاليف عالية على التدريب، في ضغوط نفسية مستمرة في مكان العمل بتاعته، اوقات كتيرة بتقابلهم مشكلات تكيف اسرية. دي اول نقطة عندي. تاني نقطة عندي التوظف من البلد المضيف هو التآلف مع بلد مضيف. تكاليف المحافظة على الموظف اقل، مزاياها إمكانية ترقية الموظفين المحليين، أوقات كتيرة بتبقى استجابة لضغوط الحكومة المضيفة عشان يوظف من البلد اللي هو فاتح فيها الشركة اللي هي البلد المحلي بالنسبة له. العيوب بتاعته صعب الرقابة على عمل الموظف، صعوبة بيبقى فيها صعوبة في الاتصال، ضعف فرص العمل المتاحة أمام مواطنين محليين. توظف من بلد تالت هي المزايا بتاعتها مدراء دوليين وموظفون أقل تكلفة. العيوب بتاعتها حساسية البلد المضيف، أوقات بتبقى فيه منافسة المواطنين المحليين مع الأفراد العاملين من بلد تالت. عندي في تأثير مباشر وغير مباشر لاستخدام العمالة من البلد المضيف للاستثمار. التأثير المباشر بتاعي ليه إيجابي وسلبي، والتأثير الغير مباشر عندي ليه آثار إيجابية وسلبية. التأثير المباشر اللي بيأثر لي إيجابي زي بيخلق فرص عمل إذا كان المشروع جديد، الحصول على أجور أعلى مقابلة زيادة في الإنتاجية، استحداث وظائف وأعمال إضافية في البلد المضيف. من الآثار السلبية عندي في التأثير المباشر بتقلل من فرص العمل إذا كان الاستثمار تملك مشروع قائم موجود فعليا،
خلق أوقات كتيرة مشاكل مع نقابات العمال، بيحدث اختلال في التوازن بين مختلف المناطق الجغرافية. طب التأثير غير مباشر عندي إيجابي في 1، مضاعف للتأثيرات الإيجابية مثل زيادة قوة الشراء أو القوة الشرائية، تحسين السيولة، تحسين مستوى المعيشة، بننقل خبرات فنية وإدارية إلى قوة عاملة محلية، بتجذب لي كفاءات للعمل في فروع الشركات الدولية في البلد المضيف. التأثير السلبي بتاعي بتبقى نقص في فرص العمل في البلد المضيف، بيحصل لي تغير في مستوى الأجور في البلد المضيف والبلد الأم، طبعا في اختلاف في مستوى الأجر هنا عن هنا، في دخول لشركات استثمار أجنبية محل الشركات التي استثمرت خارج البلد الأم. طب أحدد المهارات الوظيفية للإداريين على اختلاف مستوياتهم الإدارية، عندي المهارات والقدرات اللازمة للقيام بمهام واجبات الوظيفة في مقر الشركة الأم، وعندي مهارات الناحية التانية في البلد المضيف. مهارات للشركة الأم، لازم يتوفر في مهارات تقنية اللي هي تكنولوجية زي ما قلنا، مهارات وظيفية، مهارات إدارية. طب المهارات اللي بتتوفر في البلد المضيف ازاي؟ يبقى عنده مهارة التكيف مع ظروف العمل الجديدة زي مهارة الصبر أو التحمل إلى آخره. مهارات يتطلبها موقع العمل الجديد أهمها كاتصال، كالعادة اللغة، الثقافة، العادات، التقاليد، الاتنين مع بعض بيحسنوا لي فرص النجاح للمهام الدولية.